مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى محافظة نينوى. مدينة الموصل من المدن التاريخية الحضارية التي تمثل مكانة كبيرة في موقعها وأهميتها السياسية والاقتصادية، كونها ثاني مدن العراق وتتمتع بموقع جغرافي يصل بين سوريا وتركيا، وتحظى بأهمية اقتصادية ومارست عبر التاريخ دورا مهما ورئيسا في عملية التطور والتقدم والنمو في كافة المجالات. الموصل تعبر عن تاريخ حضاري كبير، إذ تحتضن في أروقتها وأزقتها صور البناء المعبر عن التاريخ الحيوي لهذه المدينة بتاريخها وعمقها الإنساني، وتتميز بأنها وعاء لجميع الأديان والطوائف والقوميات والأقليات، وبنسيج اجتماعي متماسك أساسه روح المحبة والتسامح والألفة والإخاء. ولهذا استهدفت المدينة من قبل عصابات داعش الإرهابية ضمن مشروع إقليمي سياسي أدى إلى تحطيم البنى التحتية للمدينة وهدم معالمها الحضارية وشواهدها التاريخية، وانتهى بنزوح الآلاف من أبنائها إلى معسكرات النازحين، تاركين دورهم المهدمة ومزارعهم المحترقة ومتاجرهم المحطمة. ولكل ما تقدم ذكره، جاءت زيارة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الميدانية إلى محافظة نينوى مؤخرا، والتي شكلت انعطافة في علاقة المسؤول الحريص على مشاركة أبناء بلده بمعاناتهم وتواجده بينهم وتحسس الأوجاع التي يعانونها بعد 7 سنوات من الإهمال والضياع والتعسف الاجتماعي. فعكست الزيارة الصورة الحية التي أعطت المفهوم الصائب للتواصل بين المسؤول والمواطنين والفهم المتبادل بينهما وصولا إلى الالتصاق الوجداني. تجول رئيس مجلس النواب في العديد من الأماكن والمناطق والأحياء التي طالتها العمليات العسكرية والقصف الجوي والصاروخي الموجه وقنابل الهاون في مواجهة عصابات داعش، والتي أدت إلى هدم البيوت والمستشفيات والمدارس والجسور والمساجد والكنائس، وأصبحت صور الخراب شاهدة على مأساة مدينة وحياة شعب. فكانت الالتفاتة الواعية بالاجتماع الموسع مع لجنة إعمار المدينة لإعطاء الأولوية في تحريك عمليات ودعم السياحة. منحت الزيارة أفاقا واسعة في طبيعة التواجد الميداني الذي لم تحظى به مدينة الموصل من أي مسؤول في الدولة، وبالاهتمام الحقيقي وبالوقوف على مجريات الأعمال وإعادة الإعمار ومشاركة المواطنين في أعمالهم وحتى أوقات استراحتهم.